آلاف السنين هو عمر الأرض اللي بنعيش عليها وعاش فيها القدماء المصريين. صفحات كتاب الماضي بدأت بمصري سابق لعصره، إيما حطب مؤسس علم الطب وأول مهندس معماري على الأرض. النهضة الحقيقية لازم تيجي بنهضة الشعب بحاله، ونهضة الشعب كله ما تجيش إلا بإصلاح التعليم. وأن يكون المصريون قد تعمقوا في العلم وأصبحت لهم آثار جدية فيه، وأن يزداد إنتاجنا للأدب الرفيع حقه. عندنا شبابنا وعمالنا ومهندسينا وفنييننا يقدروا يقوموا بأصعب أنفاق في العالم. العلم هو الحاجة الوحيدة اللي هتقدم مصر. شباب مصر قادر يغير مصر. ومن بعده كبرنا جيل ورا جيل وكبر فينا لصان التاريخ. تعليم حق من حقوق الإنسان، التعليم الجيد، لأن أنا لما أديله تعليم غير جيد ما بديلوش فرص حياة. ومن اختبار لاختبار أصعب قررنا المواجهة وفتحنا صفحة عنوانها جمهورية جديدة. كنا شركاء في نفس الحلم وبنشتغل وشايفين قدام عينينا مسؤولية اسم مصر. رسمنا خطة أساسها المواطن، والفكر كان بناء نظام كبير عنوانه العلم والعمل. توجه الدولة المصرية في التعليم العالي كان بناء شخصية خريج الجامعات بالشكل اللي يخلي شبابنا مبدعين وقادرين على خوض التحدي وقت ما مصر تحتاجهم في أي مجال. احنا مش بنعمل خرسانات وانشاءات، لا، احنا بنعمل جامعة بمواصفات ومعايير عالمية. من هنا كان ملف التعليم العالي والبحث العلمي أولوية، وبرؤية طموحة هدف تحويل الجامعات المصرية من مستهلك للمعرفة لمنتج ليها. اترسمت خطة التعليم العالي في رؤية مصر 2030. كانت أول خطوة تحقيق الملائمة بين متطلبات سوق العمل والتخصصات المتاحة في كل المجالات. احنا جبنا كل العلوم الجديدة اللي هي تقدر تخلي ابننا أو بنتنا اللي بيتعلموا هنا في مصر في العلوم دي يبقوا جاهزين لسوق العمل في مصر. كلية الذكاء الصناعي بصراحة كلية مميزة على مستوى الجمهورية. أنا شايف إن دي فكرة عبقرية جدا، لأن هي مش بس بتواكب سوق العمل الحالي، لا، بتواكب سوق العمل مستقبلا وكمان عالميا. لأن إحنا دلوقتي بنشوف إن إحنا بقينا عندنا القدرة إن إحنا بنعمل روبوتات. لو حضرتك تيجي معايا في ذكاء الصناعي أو كلية حسابات هوريك روبوتات أوريدي الطلبة هي اللي عاملينها. ومن 2014 ل 2021 اتنفذت الاستراتيجية القومية للتوظيف واستراتيجية مكافحة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات وغيرها. وبعد ما كنا خارج التصنيف خلال 7 سنين الوضع اختلف. خطة تطوير التعليم العالي شملت كل الفئات من غير تمييز، ما نسيتش أبناء مصر القادرون باختلافهم على صنع المعجزات وتحقيق دمج حقيقي ليهم داخل المجتمع دايماً أولوية. وتنفيذ أكبر عدد من محاور خطط التنمية، مصر بتتحول لمنارة للفكر والعلم، بتنور الطريق لأشقائها في الوطن العربي وقارة إفريقيا. عشان كده حبنا مصر مفتوح لجيرانها يدرسوا في جامعاتنا ويشاركونا في مجال البحث العلمي. وبحلول 2021 حصدنا إنجازات التنمية، والنتيجة مصر بتزيد ركاب المنشآت التعليمية بجامعات حكومية وأهلية دولية ومؤسسات تتضمن فروع الجامعات الأجنبية، ده غير جامعات تكنولوجية بتبني لأول مرة على أرض مصر. والخطة مش هتتوقف لحد هنا، دعم تحول الجامعات المصرية لجامعات الجيل الرابع واحد من أهم دعائم رؤية 2030. وحالياً بيتم تطبيق نظم التحول الرقمي في الجامعات الحكومية. أنا شايفة أن النظام الأونلاين ده حاجة كويسة، وإحنا عرفنا نواكب التطور والتقدم زي الدول المتقدمة. يحسب للجامعات المصرية أنها حجزت مكانة خاصة في أغلب التصنيفات على مستوى العالم،
بإدراجها في التصنيفات العالمية بعدد أكبر من الجامعات مقارنة بالسنين اللي فاتت. وفي أصعب اختبار عاشوا العالم بسبب جائحة كورونا اللي حبست الأنفاس وغيرت شكل العالم، بتنمية القدرات المادية والبشرية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين من خلالها. خطة التطوير بتتحقق بالتوازي مع الاهتمام الدائم بدعم الأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية. وخلال السنين الأخيرة زاد عدد الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية وأنشطة الخدمة العامة وكمان الأنشطة الرياضية. طلاب مصر أبطال وحققوا بطولات ومراكز أولى خصوصاً على الصعيد الرياضي. الكليات الفنية في جامعاتنا المصرية بترعى مواهب وصلت للعالمية. في مصر احنا جادين بإرادة لا تلين من أجل مجابهة تحدياتنا اللي منها التعليم. زي ما في وقت قياسي مصر حققت طفرة تعليمية وعلمية، هنوصل للهدف الأكبر إن المصريين أسمائهم هترجع تتسمع من تاني في المحافل الدولية والعالمية بإنجازات مبهرة لكل العالم. وهنعمل في بلادنا هنا، وهنفضل نقاتل من أجل المعرفة والتعليم الحقيقي في بلادنا هنا. على خطى أجدادنا هنكمل بالعلم رحلة الحياة.